لسه بفكر اكلمك دلوقتي حالا. حضرتك تأمري بأي حاجة تاني؟ لا شكرا. أظن كده الأمور وضحت، وشكك في إن اللي بيتقال ده كان كذب ما يتخلص. مش شرط برضه. مش شرط إزاي؟ تذكرتين الطيران وحجز الأوتيل اللي بيأكد إن أنا وخالد سافرنا مع بعض الغردقة قبل الحادثة بشهر ده إيه؟ رأي الأجندة دي أنا لقيتها في بيت خالد في مكتبه، ونفس الثلاث أيام مكتوب جنبهم اسمك والغردقة. بعيداً عن كل أجندات أخوك اللي مكتوب فيها اسمك، اللي أنا وريته لك ده دلوقتي بيثبت إن كان في علاقة بيني وبين خالد. وليه تبقى علاقة خيانة؟ ست متجوزة مسافرة مع واحد متجوز لوحدهم الغردقة، بيعملوا إيه؟ قلت لك قبل كده ممكن يكون كان شغل. شغل إيه اللي بيني وبين أخوك؟ أنا سألت الناس كلها، ما كانش عندي مشاكل مع حد، ما فيش قضايا بيني وبين حد. كنت بشتغل مع أخو جوزي في المؤسسة بتاعته. ده غير فيديو الحادثة اللي شفت فيه إن أنا وخالد كنا حاكمين بعض. خالد كان من النوع اللي بيكتب كل حاجة بالورقة والقلم. من أيام ما كنا في المدرسة كان بيكتب دروسه ومواعيد الرحلات في الأجندة بتاعته. وقلت لك قبل كده يا رؤية، مفيش حد بيكتب اسم عشيقته بالكامل في أجندة الشغل بتاعته. ودي أجندة تانية لقيتها في بيته في مكتبه اللي عايش فيه مع مراته، اللي أنا متأكد إن هو عمره ما كان بيخونها. ممكن دي تكون كانت أول مرة يخون فيها مراته. المرة دي كانت معايا. لو كان حصل كده أكيد كان هيقول لي. وليه ما يكونش اتكسف منك؟ خاف يقل في نظرك، وخصوصا إن أنت شايفه مثالي قوي كده. خالد تقريبا كان عيد جوازه بعد الحادثة بأسبوعين. هو كان متعود إن هو دايما بيجيب هدايا لمراته. وأنا شفت الهدايا دي كانت سلسلة بحرف الآر، رانيا. ورؤية بحرف إيه؟ دبليو؟ حتى لو كان جايب الهدية دي لمراته فعلا، ده مش معناه ان هو ما بيخونهاش. اي راجل بيخون مراته بيعملها احسن من الاول بكتير عشان يداري على عملته. انا مش فاهمه انت ازاي قادر تضحك على نفسك كده. انا مش بضحك على نفسي رأي. انا عارف اخويا كويس قوي قد ايه كان بني ادم نظيف. مش مصدق انك مستسهله قوي فكره انك كنت ست خاينه كده. حتى ما عندكيش شك. انا حاسس انك بتتلككي عشان تبقي كده. شكرا. انا اسف، ما كانش قصدي. على اسمك انا لازم اروح اجيب ايدك. طيب لو حصل اي جديد؟ ما اظنش ان هيحصل جديد. شكرا على الشيء.